ولماذا يسجن؟ ليش يسجن الإمام؟ لماذا كل هذا الخوف من المعصوم؟ ديج فترة ثار بها الإمام الحسين عليه السلام، الإمام مكلف بالقيام، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يعني لو بقي الإمام الحسين وحده لثار في وجه الطغاة آنذاك. يعني رسالة الإمام الحسين أن يكشف الغم عن الأمة، أن يزيل أولئك الطغاة، هذا كان هدف الإمام. سذولا من ذيك الثورة بدأ معهم الخوف، يخافون من اسم الإمام. مو واحد يطبع على الإمام الصادق من أهل خراسان يطبع عليه يقول له أنت عندك 100,000 سياف، 100,000، وجدك الحسين قام ب70 وانت عندك 100,000. الإمام سكت عنه وطأطأ برأسه، وبعد ذلك التفت لمن كان حوله قال قم واشجر لنا التنور. قم. قام فأشجر التنور. هاي ينقلها السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر في كتاب اخترنا لك، عند في الكتاب اسمه اخترنا لك، ينقلها السيد الصدر هاي القصة رضوان الله تعالى عليه. يقول أشجر التنور المأمور، التفت الإمام إلى ذلك الرجل الخراساني قال له قم وادخل في التنور، نار مستعرة. فامتنع الرجل من أن يدخل في التنور، قال له ما تطب؟ قال له لا. فبهالأثناء طوى أبو بصير، صاح به يا أبا بصير، قال لبيك، قال ادخل في التنور. فجاء ودخل في التنور، قال سمعا وطاعة لله ولسيدي ومولاي. اجا وطب التنور. إمامنا الباقر يقول النار اللي ألقي فيها إبراهيم ربنا انتزع منها مادة الحرق خلاها مجرد نور، ولم يخش إبراهيم ولم يخف حيث نحن كنا في صلبه إذ لم يخف. مادة الحرق انتزعت من النار لإبراهيم ببركة محمد وآل محمد. انتزع الإمام الصادق مادة الحرق عن نار أبي بصير، وبعدين التفت للرجل الخراساني قال له مشينا بالله نروح نشوف هذا الرجل اللي دخل في التنور. لما قرب الإمام من التنور وصاح قام أبو بصير من داخل التنور، التفت للإمام قال له أخي الجاي تعرفني عن شيعة أكثر من 100,000 سياف كلهم مثل أبو بصير، لو كلهم مثل حضرة سعادة جناباك. قال له لا كلهم مثل حضرة سعادة جنابي. قال له جدي لما ثار ب70 ثار كلهم مثل أبو بصير يدخلون النار، الحرب نار طبوها. فذولا نشأ معهم الخوف، خوف من الإمام، الإمام الكاظم في السجن، الإمام الرضا أبعد وفرضت عليه الإقامة الجبرية، الإمام الهادي، الإمام الجواد كذلك، الإمام الهادي هكذا، سجن الإمام أكثر من مرة، كذلك الإمام الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري يؤتى به يسجن في بعض بيوت مثل هذا النحرير المعروف القائد التركي، سجن في بيته، زوجته قالت له إني أخشى عليك أن ترمى بنجوم السماء، خاف ربك يرميك. أكو هاي النجوم لما تقع شايفين إلى بعض الأذن، تقول له أخاف أن ترمى بهذه النجوم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.